حصاد الأسبوع من شبكة أوروميا الإعلامية OMN. سلام الله عليكم. عقد رئيس الوزراء أبي أحمد مؤتمرا صحفيا السبت الماضي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وشارك فيه عدد من الصحفيين المحليين والأجانب، والمزيد في هذا التقرير. أكد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أديس أبابا استمراره في سياساته الإصلاحية مهما كلفه ذلك من ثمن، وتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أثيوبيا بحلول عام 2020 لإزالة الشكوك التي أحاطت بالانتخابات الأثيوبية السابقة، مشيرا إلى أنه سيسلم السلطة في حال هزيمته في الانتخابات القادمة. وذكر أيضا أن البنك الدولي سيقدم مليار دولار إلى بلاده، مؤكدا وصول ذلك الدعم إلى أثيوبيا خلال الأشهر القليلة القادمة. وتطرق دكتور أبي أحمد في مؤتمره الصحفي أيضا إلى الاضطرابات التي شهدتها مؤخرا المنطقة الصومالية في أثيوبيا، وأشار إلى وجود شخصيات تحاول إثارة قلاقل سياسية في أثيوبيا، ووعد باتخاذ إجراءات ضد رئيس الإدارة الصومالية السابق عبدي محمد محمود عمر. وأوضح أيضا أبي أحمد أن مشروع سد النهضة هو حلم كل الأثيوبيين وتحقيقه هو. وأوضح دكتور أبي أحمد أن مشروع سد النهضة هو حلم كل الأثيوبيين وتحقيقه هو فخر للجميع. بالإضافة لذلك، فقد وضع الشعب الأثيوبي أمام حقيقة مرة، وهو أن الفساد المستشري في أجهزة الدولة قد طال هذا المشروع الوطني أيضا، إضافة للمشاريع الأخرى. وأشار رئيس الوزراء إن الشركة وإداراتها لم تكن عندها خبرة ولا معرفة للعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة. وأضاف رئيس الوزراء أنه بعد مجيئه إلى السلطة أسس لجنة المتابعة لسير العمل في السد نهضة، وتشير تقارير اللجنة إلى أن شركة ميتك لم تنفذ الاتفاقية بشكل مطلوب. وذكر أنه يجري الآن نقل العقد من شركة ميتك إلى مقاول آخر لديه إمكانيات وخبرة من أجل مواصلة العمل في المشروع وإكماله. وذكر رئيس الوزراء بأن شركة سالين الإيطالية طالبت الحكومة بتعويضات مالية بسبب تأخر شركة ميتك للانتهاء من المشروع بالوقت المحدد له. أعلن مكتب المدعي العام الأثيوبي في مؤتمر صحفي بأنه سوف يبدأ مشاورات في تغيير وصياغة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب السابق السيء السمعة، بمشاركة في جميع عواصم الأقاليم الأثيوبية التسعة الشاملة. وسيشارك في تلك المشاورات واللقاءات الجامعات الأثيوبية الأكاديمية ووضع حلول ممكنة في تعديل وصياغة القانون الجديد. وسيشارك في ذلك المنتدى أيضا جميع الأحزاب السياسية والصحفيين والقانونيين والمحامين، وسوف يكون هناك منبر لطرح الآراء لتبادل الأفكار والاقتراحات مع اللجنة المختصة للشؤون القانونية التابعة لوزارة العدل الإثيوبية. لقي 18 شخصا مصرعهم في أثيوبيا إثر تحطم مروحية عسكرية في إقليم أوروميا وسط البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد. وأوردت وكالة الأنباء الأثيوبية أن 15 من أفراد الجيش الأثيوبي لقوا حتفهم في الحادث الجوي، بينما قتل 3 مدنيين بينهم طفلان. وأوضح المسؤول في الشرطة أن التحطم وقع صباح الخميس الماضي في منطقة أوروميا، وقال المسؤول إن سبب التحطم ما زال قيد التحقيق. وكانت المروحية متوجهة من مدينة ديردا وشرقي البلاد إلى قاعدة جوية في بلدة بيشوفتو جنوب غرب العاصمة فنفني أديس أبابا. أضرب عمال وموظفو سد نهضة عن العمل للمطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين ظروف معيشتهم. وقال المدير العام للمشروع إن موظفي السد نظموا إضرابا عاما على مدى 3 أيام طلبا لزيادة رواتبهم وتحسين المعيشة.
وفي اتصال للتلفزيون الأثيوبي قال موظفون إنهم وضعوا بصماتهم في هذا المشروع القومي، ولكن المقاول لم يلبي رغبتهم في زيادة الرواتب، ما أدى إلى زيادة أعبائهم المعيشية. وقال مدير المشروع إن المناقشات تجري لحل المشكلة مع المقاولين والعمال، معربا عن أمله أن يرجع العمال إلى عملهم. قال مكتب المدعي العام في أثيوبيا أن رئيس السابق للمنطقة الصومالية بشرق أثيوبيا عبدي محمد عمر بات في قبضة الشرطة بتهمة انتهاك لحقوق الإنسان وتأجيج اشتباكات عرقية أفضت إلى وقوع وفيات. والمزيد في هذا التقرير. اضطر المسؤول السابق في إقليم الصومال الأثيوبي إلى الاستقالة في 6 أغسطس الماضي بعد اندلاع أعمال العنف في العاصمة الإقليمية جيجيجا، حيث لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وهرب الآلاف، بينما كانت الحشود تنهب ممتلكات الأقليات العرقية وتحرق عددا من الكنائس الأرثوذكسية الأثيوبية. وقالت السلطات المركزية أن الاضطرابات في المنطقة أثارها مسؤولون محليون خوفا من اعتقالهم بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وذكرت هيئة الإذاعة الأثيوبية الحكومية نقلا عن مكتب المدعي العام الاتحادي أن الشرطة الاتحادية اعتقلت الاثنين الماضي عبدي محمود عمر بمنزله من منزله في أديس أبابا. وأضافت أن الجرائم التي ارتكبها تشمل انتهاك حقوق الإنسان وإذكاء الخلافات على أسس عرقية ودينية، مشيرة إلى أن الشرطة تسعى أيضا لاعتقال مسؤولين آخرين. وفي المسعى ذاته رفضت المحكمة الاتحادية العليا الأثيوبية الإفراج عن الرئيس السابق للمنطقة الصومالية في أثيوبيا عبدي محمد عمر وثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في المنطقة بالكفالة. ووجهت الشرطة إلى المشتبه بهم تهمة التسبب في نزوح أفراد من جماعة عرقية غير صومالية من خلال التحريض على شن هجمات على أسس عرقية، كما اتهمتهم الشرطة الفيدرالية الأثيوبية بحرق كنائس في المنطقة الصومالية. ومن بين المشتبه بهم الآخرين الذين مثلوا أمام المحكمة مع رئيس السابق عبدي عمر محمود عمر رئيسة مكتب شؤون المرأة والطفل السابقة في المنطقة الصومالية رحمة محمد، ورئيس مكتب الشتات الإقليمي عبد الرزاق أمين، ورئيس مكتب البنية التحتية سلطان محمد. وقد رفضت المحكمة العليا الإفراج عن المشتبه بهم بكفالة، رغم أنهم ذكروا أنهم مرضى وأنهم تم تشخيص إصاباتهم بارتفاع ضغط الدم والتهاب في المعدة، كما ذكروا أنهم يعانون من سوء توفير المرافق الصحية والوجبات الملائمة في مركز الاحتجاز. واعترضت الشرطة الأثيوبية على طلبهم، مشيرة إلى أن المادة 3 من إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 لا يسمح بإطلاق سراحهم بكفالة نظرا إلى الأنشطة الإجرامية التي وجهت إليهم، لكنها سمحت لهم بإرسال وجبات طعام من عائلاتهم، كما سمحت لهم بالحصول على العلاج خارج السجن. وقد أرجأت المحكمة النظر في قضيتهم إلى 14 سبتمبر 2018. نهاية الحصاد مشاهدينا، إلى اللقاء.